اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريبتو انفست سيفلي. اليوم رجعنا لكم شرح جديد لهذا الموقع الاستثماري اسمه TRC20 TRX.com. كما ترون عند التسجيل يعطيك في التوتال بالانس هنا 8000 TRX. اذا اولا نذهب الى طريقة التسجيل. إذا ستضغطون على الرابط أسفل الفيديو وهنا ستدخلون الإيميل الخاص بكم وهنا اللوجيك باسورد وهنا سكيورتي باسورد هنا كود الدعوة تتركونه كما هو وبعدها تضغطون على ساين أب. إذا هذه الواجهة الرئيسية الخاصة بالحساب. إذا نزلنا إلى الأسفل كما ترون هنا لديكم الواليت وهي الخاصة بالبيزك أكاونت وهنا البروموشنال أكاونت. يمكننا الضغط هنا على الأنونسمنت الخاصة بهم. هنا الـ withdrawal application إذا استثمرتم من 5 TRX حتى 10000 TRX ستسحبون يوميا 2.8% يوميا. هنا أيضا من 30000 حتى 100000 كما يقولون هنا ستسحبون 3%. وهنا 3.4 وهنا 4% وحتى 5%. كلما كان استثماركم أكبر ستسحبون مبلغ أكبر كما يقولون. وهنا الماين توب ماينر بيزد إن وورد. هنا الكمباني بروفايل. هنا لديكم الوايت بيبر والكونتاكت لينك وتليجرام كوستمر سيرفيس أيضا. هنا الأجنت إن كوم. هنا لديكم الإحالات 15% للإحالة الأولى، 3% للإحالة الثانية، و 2% للإحالة الثالثة. هنا يعطيك إكزامبل ستحصلون على 150 TRX الحالة الأولى إذا استثمر 1000 TRX، والحالة الثانية 50، والحالة الثالثة 20 TRX. إذا كانت هذه الأنونسمنت الخاصة بهم. الآن يمكننا الذهاب إلى طريقة الإيداع. يمكنكم تضغطون على ديبوزيت وسيعطونكم هذه المحفظة. يمكنكم نسخ الكيو آر أو نسخ هذه المحفظة. قال شيء للإيداع و5 TRX. نضغط على كوبي من هنا. بعدها نذهب إلى المحفظة الخاصة بنا. إذن سندخل المحفظة هنا وهنا سندخل 20 TRX كما ترون ونضغط على withdrawal. إذن سنكمل الدفع ونرجع إليكم. إذن كما ترون تم السحب بنجاح. الآن يمكننا الضغط على completed ونرجع إلى الموقع وسننتظر هنا حتى يتم احتساب الإيداع الخاص بنا. إذا سنكمل باقي الأشياء في الموقع عندما يصلنا الإيداع. هنا يقول لك جوين تو بي ترون مليونير. هنا لديكم البلاتفورم داتا ديسبلاي من هنا. يمكنكم من هنا رؤية الأكيوميليتد بروفيت والممبرشيب. وهنا أباوت أس بعض المعلومات عن الموقع. وهنا أيضا جلوبال بارتنرز من هو الباينانس والبيتمين إلى غير ذلك. هنا لديكم التريدينج 5%، كولد مايننج إز وركينج، والتريدينج بروفيت تظهر لكم من هنا. وهنا لديكم الفي اي بي الاول تسحبون تجدون الانكم 5% 2.5% يوميا. هنا ايضا 3.4% يوميا وهنا ايضا 4%. يمكنكم عمل ابجريد من خلال الايداع. اذا سوف نرى الوايت بيبر. اذا هذه الوايت بيبر الخاصة بهم ترون ادفانسد الفيرشن 2. يمكنكم ستجدون رابطها أسفل الفيديو أيضا. إذا الآن سننتظر حتى يظهر الإيداع الخاص بنا هنا في TRX Deposit Quantity. إذا نحن في الفي اي بي الأول. هنا لديكم التيم يظهر لكم الحالات الخاصة بكم. هنا الفاينانس ريكورد وهنا إذا أردتم ترانسفير تو بيزك. هنا أيضا الشير هنا إذا أردتم تغيير الكود. هنا سيت جوجل اوثنتيكيتور ايضا. اذا كما ترون وصل الايداع بنجاح. TRX ديبوزيت كونتيتي اصبحت لدينا هنا 20 TRX. اصبح بامكاننا السحب. نضغط هنا على withdrawal. كما ترون الديلي ليميت هو 0.56. اذا يمكننا ادخاله هنا. هنا ندخل المحفظة الخاصة بنا. سنقوم بجذبها الان محفظة TRX. إذا هذه المحفظة الخاصة بنا. هنا نقوم بإدخال الباسورد للسحب.
إذا يمكننا الضغط على confirm، يقول لك عليكم التواصل معهم لكي نقوم بالسحب. إذا هكذا هو طريقة السحب. يمكننا الذهاب هنا إلى share، يمكنكم عمل invite code، يمكنكم invite your contacts or friend and earn reward. هنا يمكنكم referral link الخاص بكم، هنا الـ invite rules والأرباح الخاصة بها، يمكنكم الربح من خلاله أيضا.